يسأل سائل: هل يجوز أن يعمل في الوكالة وفيه الأغاني؟ إن كان باستطاعتك أن تذهب إلى عمل سمعك يسمع الطيب وبصرك ينظر إلى الطيب، اذهب إلى العمل الذي تسمع فيه الطيب وترى فيه الطيب، لأن الله قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما إذا اضطررت ولم تجد مناصا من ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واتقوا الله ما استطعتم.